اتصال لتليفوني من أستاذ سعود من المملكة العربية السعودية. ألو. أهلا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لأهل السعودية الكرام، وكل سنة وحضرتك طيب يا فندم. وأنت بصحة وسلامة، ألف شكر، ألف شكر، كل عام وأنت بخير إن شاء الله. وحضرتك بألف صحة وسلامة. طبعا يا فندم، اتفضل. السلام عليكم، عليك يا دكتور. وعليكم السلام. كل عام وأنت بخير إن شاء الله. أهلا بحضرتك وبإخواتنا في المملكة العربية السعودية. بارك الله فيك. يا دكتور، انا والله عندي، انا كنت تابع البرنامج وتكلمت انت عن المثانه العصبيه، انا عاني من المثانه العصبيه. تمام. وما لقيت حل، يعني مع العلم اني عندي وظائف الكلى كويسه، صلحت عملت تحليل فيها، عملت اشعه تلفزيونيه مقطعيه رنين، كله ما عندي اي مشكله، بس ما زالت عندي اللي هو المثانه العصبيه. تمام. في حل؟ طبعا طبعا. طيب حضرتك اسمعني اسمعني، المفروض تعمل التالي، اقفل حضرتك اسمعني من التلفزيون. اول حاجه، الرجاله المثانه العصبيه فيهم. شكرا يا فندم لاتصالك، والدكتور هيرد على حضرتك. تمام. بالنسبه للرجاله، المثانه العصبيه بتبقى مختلفه شويه عن السيدات، يعني احتمال المثانه العصبيه في الرجاله قليل جدا، ولما بيحصل في الغالب بيبقى معاه سبب، يعني لازم حضرتك تتاكد الاول ان مفيش اي انسداد في مجرى البول، حضرتك تتاكد ان مفيش اي مشكله في البروستاتا، دي رقم واحد. ومشكله البروستاتا مش مرتبطه بس بالسن الكبير، في حاجه اسمها احتقان البروستاتا، بيجي للشباب الصغيرين من 20 ل 35 او ل 40 سنه، اللي هم متاخرين في الزواج او اخذوا فتره طويله على ما حصل زواج، ده لازم تتاكد انه مش موجود، دي رقم واحد، يعني لازم تشيك على البروستاتا تشوف في كونجيشن او في احتقان ولا لا. طيب لقينا مفيش احتقان وفي مثانه عصبيه بس، الحلول الدوائيه رقم واحد، في حلول دوائيه حاجه اسمها الانتي ماسكارينكس، وفي حاجه اسمها البيتا 3 اجونست، دي خطوط دوائيه بتاخدهم بالشكل اللي الطبيب بيقول لك عليه، وبنسبه كبيره هم دول بيحلوا المشكله. طيب ما اتحلتش المشكله، بتيجي بقى طرق علاجيه احسن شويه زي الحقن، زي الباتوكس، دي خطوط علاجيه جديده بتحقن في المثانه ماده بتعمل لها زي نوع من انواع الارتخاء شويه، فبتقلل بالظبط بتقلل من النشاط الزياده في المثانه. الخطوه الاولانيه اللي حضرتك محتاج تعملها ضروري جدا انك تتاكد ان مفيش اي درجه من درجات الانسداد في مجرى البول، واشهر حاجه في السن اللي حضرتك بتقوله ده هو الاحتقان بتاع البروستاتا، لازم تتاكد ان مفيش احتقان في البروستاتا. تمام.